كيميائية. هسه شنو احنا يقولون اكو كورونا واكو فيروس، يعني سألت بعض الرفاق قلت لهم شنو هاي الفيروس شنو الكورونا، اريد واحد يفهمنا بيها. قالوا سيدي هي الفيروس يعني يصيب الإنسان ويهاجمه، ها، وبالتالي يقضي على حياته ويوقف له جهاز التنفسي. قلت له ما لي خنقه يعني يلزم اخواني يقوم مثلا رقبته؟ قالوا لا. قلت لهم لعد شنو هو الفيروس؟ اله خشم اله حلق عيون. قالوا لا سيدي الفيروس ما ينشاف الا بالمجهر. يعني رأسا اتنخيت، قلت انا اخو هذله، يعني العراقي اللي ياكل بشر يخاف من شيء ما ينشاف الا بالمجهر؟ هي هاي المرجلة؟ هي هاي الزلم؟ شو وقت تهتز شواربكم وما تخافون من الكورونا؟ ها؟ مع الاسف، مع الاسف انتم احفاد القعقاع تلبسون كمامات. قبل لحظة انا اتصلت بالرفاق الابطال قلت لهم شنو موقفكم من الفيروس، اريد موقف جدي. قالوا لي سيدي احنا جاي نتعشى زلاطة مخلوطة بالفيروس بالكورونا. قلت لهم عافية يعني ما تخافون منه؟ قالوا لا احنا ترباتك، احنا ابناء العراق ما نخاف من الفيروس الكورونا اينما كان او يكون. وبالتالي يعني دائما أوجه بعض الكلمات للأخوة من الشعب ونقول لهم